اعتبر المبلغ كله اندفع، انا هسدده بدالك لبنتي. انت بتتكلم جد يا حاج؟ انا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا يا مصطفى بيه، ولو على رقبتي. الحقيقه انا شفت كرم اخلاق قبل كده، لكن ما شفت زي كرم اخلاقك. احنا جيران، وفي اخر الليل بيتقفل علينا باب عماره واحد، والرسول عليه الصلاة والسلام وصى على سابع دار. بس أنا ليه عندك طلب واحد، بلغ ابنك إن بنات الناس مش لعبة. حاضر، بإذنك يا حاج. مع السلامة. مالك؟ لا 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 لا، مفيش. أنست وشرفت. مالكش حق يا حاج، الناس دي لازم تتربى، هو اللي عملوه بنتك شوية. يا سيد، كفاية الذل اللي هو فيه. أنت شفت راجل منظره عامل إزاي ولا إيه يا فهيم أفندي؟ بصراحة يا حاج الراجل كان صعبان عليا أوي، أنا كنت حاسس إن الدمعة هتنزل من هنا. ده شغل أوانطة بتاع بهوات، أنت بخيل عليك الكلام ده يا فهيم أفندي. لا يا سيد، الراجل تعبان بجد، واضح إنه جه غصب عنه. عليكم السلام. ايه مالك يا فهيم؟ صداع فجأة كده ودوخ، مفيش حاجة حاجة. سيب اللي في ايدك وقوم روح. مفيش حاجة حاجة، ده صداع وهيروح. يا راجل اسمع الكلام وهو الو. ايوه فضل. من ساعتين اتنين بس، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه يا حاج؟ في ايه؟ مش هتصدق، مصطفى بيه تعيش انت. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.